بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. Welcome back to Laboratory Management and Quality Assurance Lectures. Introduction Part 2. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن دور فن المختبر وتكنولوجيا المختبر. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن Quality Control. Every assay in the laboratory generates a result. في أي تجربة أو أي فحص نقوم فيه في المختبر يكون هناك نتيجة. وهذه النتيجة قد لا تكون دقيقة أو صحيحة. The validity of that result cannot be taken for granted. However, without somebody of supporting evidence, لا يمكن أن تكون هذه النتيجة تؤخذ هكذا على أنها دقيقة وصحيحة ولا خطأ فيها. ولكن يجب أن يكون هناك شيء نعتمد عليه أو آلية نعتمد عليها لاعتماد هذه النتيجة. The most convincing evidence is the establishment of a rigorous, comprehensive quality control program that is faithfully followed. طبعا حتى نقتنع بهذه النتيجة لابد من عمل برنامج سيستم كواليتي كنترول لبرنامج الرقابة النوعية ويكون شامل وقاسي نوعا ما ويجب أن يتبع بحذافيره. الآن this is the only way to guard against the possible deterioration of an analytic system. طبعا هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستحمي هذا الفحص أو تحمي هذه النتيجة من أي خطأ أو من أي شيء قد يؤثر على هذه النتيجة. To become altered to imprecision of results when they occur and have confidence in test results when everything is in control. طبعا عندما نستخدم الكواليتي كنترول بروجرام يكون نحن مسيطرين على النتائج، مسيطرين على الفحوصات. لذلك سنكون على دراية في أي نتيجة تكون غير دقيقة، وكذلك عند حصول أي خطأ سنكون نحن على دراية فيه و as they say in control مسيطرين على الوضع. The quality control طبعا a comprehensive quality control QC program consists of all the means used by a laboratory to ensure the reliability of every assay performed on specimens arriving in the lab. عندما نستخدم هذا البرنامج الشامل Comprehensive Quality Control أو ما يعرف بـ QC Program، وهذا البرنامج يتكون من كل ما يملكه المختبر All the means كل الإجراءات، والهدف منها التأكد أن النتائج التي حصلنا عليها هي معتمدة يعتمد عليها reliable. وكل مرة نقوم بعمل هذا الفحص وعمل هذا التجارب على أي عينة تدخل المختبر، لذلك لابد من اتباع هذا البرنامج بحذافيره. طبعا the program includes much more than the analysis of a control serum with every run. طبعا احنا نعرف انه عندما نقوم بأي فحص لابد من وجود عينة ضابطة أو ما تعرف بالكنترول سامبل أو كنترول سيرم. طبعا لابد من إجراء هذه العملية، وضع الكنترول مع كل أسي أو كل فحص نقوم فيه في المختبر. والبرنامج Quality Control Program أو QC Program ليس فقط استخدام هذه العينة، وإنما تشمل أول شيء اللاب دايركتور مدير المختبر،
اثنين التكنولوجيست وهو الشخص الذي سيقوم بعمل الفحوصات. All other personnel who are an integral part of the specimen collection and the analytical system. الآن قلنا أول شيء مدير المختبر، ثاني شيء التكنولوجيست أو الفني الذي سيقوم بعمل الفحص، وكل الأشخاص المسؤولين عن أخذ العينة، جمع العينة ونقل العينة إلى المختبر، وآخر شيء هو الاناتيكال سيستم أو الجهاز أو الطريقة التي سنقوم فيها بالتحليل. فإذا كان هناك خطأ في النتيجة، على الفور يمكن تحديد هذا الخطأ وطبعا عدم إخراج النتيجة لأنها غير دقيقة. تبدأ كما قلنا من مدير المختبر، بالتكنولوجيست، بالعامل الذي يقوم بسحب الدم، برضه بالعامل الذي يقوم بنقل الدم، بنقل العينة إلى المختبر، ومن يجمع العينات إلى آخره. Quality control. طبعاً responsibility of the director or supervisor. ما هي مسؤولية مدير المختبر أو مشرف المختبر؟ أول شيء select the most accurate and precise analytical method. من واجبات مدير المختبر هي توفير الطريقة الأمثل، الدقيقة، الصحيحة، الأكثر صحة، الأكثر دقة لاستخدامها في إجراء الفحوصات الطبية في المختبر. اثنين adequately train and supervise the activities of lab staff. مسؤوليته انه دائما يدرب ويشرف على كافة النشاطات التي يقوم بها اعضاء المختبر او موظفي المختبر، ليس فقط هو اعطاء اوامر ولكن يجب ان يكون مسؤولية تامة عن تدريبهم، إشراف عليهم، وأي عمل يقوموا فيه هو مسؤول عن هذه الأشخاص. Make available printed procedures for each method with directions and explanation of the chemical principle reference range هي normal range. برضو من وظيفة مسؤول المختبر أو مدير المختبر هو أن يوفر كل شيء مطبوع للبروسيجر، الطريقة التي يقوم فيها الشخص أو الفني بالعمل، ويجب أن لا يعتمد الفني على ذاكرته إنه والله أنا بعرف أسوي الفحص، بدي الآن أقوم بعمل مثلاً على سبيل المثال فحص السكر، أنا بعرف لازم أحط نقطتين من هذا، نقطتين من الريجنت الثاني، وريجنتين نقطتين من الريجنت الثالث ونخلطهم مع بعض ونطلع نتيجة. لا، يجب اتباع البروسيجر مطبوع، يعني مش من واجب فني المختبر أو التكنولوجيست إنه يحفظ الطريقة، ولكن من واجبه يحفظ مبدأ العمل. لذلك مدير المختبر بده يعطيه الطريقة مطبوعة، الانستركشنز، التعليمات، إنه مثلا فحص السكر هناك شيت مكتوب عليها blood sugar test، يقوم الفني المختبر باتباعها خطوة خطوة. ليش؟ السبب في ذلك لأنه هناك عدة طرق، عدة procedures، يعني كل شركة لها طريقة معينة في عمل الفحص، كل كت لها طريقة معينة، سواء في حجم العينة أو حجم المواد الكيماوية التي ستضاف، incubation time، أكل شيء، لأن كل أنا متعلم طريقة، فلا أستطيع استخدام طريقة ثانية بنفس الطريقة. ليش؟ لأنه تغير المواد، تغيرت الكميات، تغير وقت الانكوبيشن. برضو كمان بده يعطيني شيت، ورقة مشروح فيها مبدأ فحص كل مادة، مثلا
مبدأ فحص السكر، مبدأ فحص اليوريا، مبدأ فحص موجود. هذا تختلف عن البروسيجر. البروسيجر هي طريقة عمل، هي إضافة سامبل للريجنت 1 ريجنت 2، ولكن مبدأ العمل principle of the test هي آلية العمل. كيف تعمل، كيف نقا، كيف يتحول مثلا السيرم أو الجلوكوز في السيرم إلى لون. هذه الطريقة هل هي انزيماتيك، هل هي كيميكال، هل هي بطريقة الموجودة فيها. وكذلك الريفرنس رينج اللي هي النورمال رينج، حتى يقرر من عمل الفحص أو الفني الفحص أو التكنولوجيست أنه النتيجة التي ظهرت معه هل هي طبيعية أو ضمن الحدود الطبيعية، ولا كانت abnormally high ولا abnormally low. برضو من دور مدير المختبر هو select good instruments and institute a regular maintenance. وظيفته هو اختيار الأجهزة المناسبة للفحوصات، وكذلك إيجاد آلية لصيانة هذه الأجهزة. برضو من دور مدير المختبر هي institute a good quality control program, provide control sera, inspect control charts. من وظيفته هو وضع الكواليتي كنترول بروجرام. الكواليتي كنترول بروجرام أو برنامج الرقابة النوعية ليس من وظيفة فني المختبر، وإنما هي وظيفة مدير المختبر. وبرضه يجب أن يوفر الكنترول سيرة اللي هي عينة الكنترول، وبرضه يتفقد الكنترول تشارتس. سنتحدث عن الكنترول تشارتس إن شاء الله في محاضرة أخرى. Conduct continuing education session with technologist. يجب على مدير المختبر أن يراعي التعليم المستمر ويضع أوقات محددة لتعليم التكنولوجيست. ليس فقط أنه والله أنا حصلت على شهادة البكالوريوس في العلوم الطبية وخلاص ما ختمت العلم، لا، العلم لا يختم. لأن من واجبات مدير المختبر هو أن يحدد أوقات محددة للتعليم، لأنه كل يوم بظهر شغلة جديدة، مثلا ظهرت كت جديد بده يعلمهم إياها، في ظهر مسألة معينة لها علاقة بمثلا النورمال رينج، لأن النورمال رينج قد يختلف من كت لكت، من بلد لبلد إلى آخره، ممكن أنه ظهور أمراض جديدة. فلابد أنه التكنولوجيست يكون دائما على علم بمستجدات المهنة. Document the proceedings steps for accrediting group. طبعا مدير المختبر مسؤول عن documentation اللي هي paperwork. كل شيء يجب أن يكون موثق عن التوثيق، وهذا التوثيق مطلوب في عملية اعتماد المختبر. فتقديم المختبر للاعتماد لابد من وجود وثائق، وهذا واجب أو مسؤولية الدايركتور أو سوبرفايزر أو في لا. quality control. لان the role of the technologist. ما هو دور التكنولوجيست الفني الذي سيقوم بعمل الفحوصات؟ أول شيء follow assay directions explicitly. قلنا مدير المختبر لازم يوفر الآن الدوكيومنتس أو الشيتس اللي فيها الدايركشنز اللي هي البروسيجر. فوظيفة التكنولوجيست هو الآن اتباع هذه الدايركشنز بحذافير. ليش؟ لأنه زي ما قلنا إذا اعتمد على الذاكرة في مليون كت مليون فحص، يعني إذا كان واحد من الكتات بقول لك الانكيبيشن بيريد 5 مينتس والثاني بقول لك 10 مينتس، فإذا اعتمد أنه والله 5 مينتس على الكت اللي فيها 10 مينتس أكيد ما راح يكون في نتيجة دقيقة أو صحيحة. برضو use the proper control serum for each run. قلنا واجب مدير المختبر هو توفير الكنترول سيرم، ولكن وظيفة أو واجب التكنولوجيست هو استخدام السيرم الصحيح أو الكنترول الصحيح مع الفحص الصحيح. برضو chart the results. حدثنا عن control charts.
وظيفة التكنولوجيست إنه كل يوم بيسوي الكنترول يضع قيمة هذا الكنترول على الشارت and take appropriate action when the control serum results is beyond the established limits. طبعا أي كنترول له حدود دنيا وحدود عليا. تمام. فوظيفة فني المختبر هو الآن اتخاذ الأكشن أو the appropriate action العمل المناسب أو الفعل المناسب لمعالجة أي نتيجة للكنترول إذا كانت خارج هذه الليميت. Always use sound analytical techniques. برضو من واجب التكنولوجيست هو استخدام الطريقة الأمثل أو التكنيك التحليل الأمثل sound السليم. كلمة sound هنا تعني سليم. Always use sound analytical techniques. استخدام التكنيك التحليلي السليم. Be conscientious in instrument maintenance. برضو كمان فني المختبر أو التكنولوجيست يجب أن يكون عنده وعي في لصيانة الأجهزة. طبعا هو لا يقوم بصيانة الأجهزة بنفسه، ولكن يجب أن يكون عنده وعي في الصيانة في المينتنس. يعني إذا كان الجهاز في مشكلة يجب أن يعرف أنه هذا المشكلة سببها 1-2-3. لذلك لما يتصل مع جماعة الصيانة بيكون على علم ما هي المشكلة. Notify the supervisor immediately when analytical problems develop and when unusual or life-threatening results are obtained on a patient. برضو وظيفة التكنولوجيست هو إخبار المدير فوراً في أي مشكلة تحدث في عملية الفحوصات. وكذلك إذا ظهرت نتيجة غير طبيعية وتكون خطيرة تهدد حياة المريض يجب إخبار مدير المختبر أو سوبرفايزر فوراً فور صدور أو خروج النتيجة. لما تطلع نتيجة الفحص إنه والله هذا المريض عنده سكري مثلاً على سبيل المثال 800، فوراً بده يخبر مدير المختبر إنه والله هذا الشخص عنده السكري عالي أو عنده مثلاً الهرمون الفلاني عالي، عنده الإنزيم الفلاني عالي، وهذا هذا خطر على حياته. لذلك بخبر مدير المختبر. الآن مدير المختبر بدوره بيقوم بالإجراءات الأخرى مثل تخبير الاتصال مع الطبيب الذي أرسل العينة أو غيره.